حياكم الله أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة، ويا عساها أن تكون مفيدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم بيت الألوان. أرحب بكم بالبداية أجمل ترحيب، أني من العزاوي وزميلتي أكيد رهف جواد عطية، وأتمنى لكم اليوم تقضون ويانا أحلى وأمتع الأوقات بإذنه تعالى. طبعا أعزائنا المشاهدين، قبل كل شيء أتمنى لكم ويكند سعيد لكل طلاب المدارس والموظفين أيضا. إن شاء الله تكون نهاية أسبوع سعيدة على الجميع وتتمتعون بها. أنتقل الآن حتى أرحب بزميلتي رهف عطية، وأكيد هي أيضا تحب ترحب بكم بطريقتها الخاصة. خلينا نشوف رهف شو محضرتنا. أكيد طبعا، هابي ويكند منان، هابي ويكند كل متابعينا أصدقائي. الآن أنا رح بحب أرحب فيكم زي ما حكت منان بس بطريقتي الخاصة. يسعد مساكم من بيت الألوان، وإنتوا تدللون وعلى قلوبنا تأمرون أمر. حلقتنا اليوم جميلة، ويوم نشوفكم والله علينا كنا طل البدر. مواضيعنا شيقة كتبناها بقلوبنا بغلاكم، وأبد ما خطيناها بحبر. شاركونا اتصالاتكم عن موضوعنا، ترانا اليوم نبي نتحدث عن الصبر. أيضا يا رهف، مو بس رح نحكي عن مواضيع حلوة لهذا اليوم وفقرات متجددة، بل أذكركم أيضا بإرسال صور أصدقائنا الصغار الحلوين واقتراحاتكم وأي شي تحبون تقولون يا على وين؟ صح، على صفحات البرنامج، واللي هم بداية عندنا صفحة الانستغرام اللي اسمها m_r_m_family. تقدرون تسوون عليها فولو، هاي صفحة الانستغرام، تسوون عليها فولو وترسلونا كل آرائكم واقتراحاتكم على الدايركت، بالإضافة إلى صفحة الفيسبوك اللي اسمها برنامج بيت الألوان. هذه هي الاسم مع الصفحة، طبعا أكو أكثر من صفحة بهذا الاسم، انتبهوا صورنا موجودة بهاي الصفحة حتى تستدلون عليها. طبعا من خلال هاي الصفحات انتم تتواصلون ويانا، ترسلون لنا صور أصدقائكم وأصدقائنا الصغار الحلوين، بالإضافة أيضا إلى أنه تقولون كل شيء تحبوه، تسألون الضيوف اللي نستضيفهم الأسئلة اللي تحبوها، أو ترسلون اقتراحاتكم حول البرنامج أو حتى النقد البناء. احنا نتقبل كل شيء ولكن بدون تجريح. طبعا أعزائنا المشاهدين، اليوم عندنا موضوع جدا حلو إن شاء الله يعجبكم، واللي هو يا رهف الصبر. أكيد يا أصدقائي، الصبر موضوع كتير مهم. برضو أصدقائي، أنا بحكم عملي طبعا أكيد طبعا أنا رح أبدأ بهذا الموضوع بس بأبيات كتبها الشافعي. طبعا بعدها منن رح تحكي عن موضوعنا لليوم أكتر. بتقول هاي الأبيات: دعي الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن نزلت بساحتك المنايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السحاء. السخاء عفوا. طبعا يا مينا، موضوع اليوم عن الصبر هو موضوع كتير كبير، وما ننسى إن الله مع الصابرين. بالضبط يا رهف، يعني فعلا حتى هاي الأبيات تتحدث عن أكثر من موضوع، مو بس الصبر، ممكن نحكي عن السخاء، ولكن إحنا اليوم رح نتحدث ونخص الصبر بموضوع حلقتنا. بداية لو نجي نحكي عن الصبر، نقول إنه هو الواحد يصبر وينتظر أو يتحمل الأشياء اللي هو فوق طاقته أو فوق طاقة الإنسان بشكل عام. بس قبل كل شيء، أنا أحب أوجه تحية كلش كلش كبيرة لأبناء بلدنا الحبيب اللي صاروا لهم شقد صابرين على المآسي وعلى الحروب وعلى أوضاع البلد. ففعلا يعني أنا أوجه لكم تحية، الكل نازح، الكل أم شهيد أب شهيد، طبعا الكل المهجرين أوجه لكم بالبداية تحياتي، وفعلا الله يقويكم والله يصبركم على هاي الشدائد. ويعني طبعا جميع الوطن العربي نتمنى دائما احنا كمجتمع كامل نتعاون، نتكاتف، نصبر على الشدائد، لأنه مثل ما نعرف الله لما يبتلينا ببلوى لأنه هو يريد يختبرنا، يختبر صبرنا وإيماننا به سبحانه وتعالى. فلازم دائما نكون صبورين
ونتحلى بالصبر. وايضا الله سبحانه وتعالى بالايات الكريمه اخويا حكى عن او قال عن موضوع الصبر، ذكرت العديد من الايات بها موضوع الصبر، واللي هو مثلا وبشر الصابرين. فاول بشرى بالاسلام مثلا اللي هي قوم آل ياسر لما مر الرسول عليه الصلاه والسلام من عندهم وقال لهم صبرا يا آل ياسر فان موعدكم الجنه، ويا ما احلى الجنه. فاول شيء احنا نكتشفه من موضوع الصبر انه وراء كل صبر وورا كل شده اكو فرج، وهاي من اول الامثله على انه بالاسلام انه القوم آل ياسر صبروا على الشدائد وبشرهم الرسول عليه الصلاه والسلام بالجنه. طبعا يا رهف راح نكمل عن موضوع حلقتنا ولكن من بعد هذا الفاصل. ورجعنا لكم طبعا أصدقائي من جديد لحتى نكمل فقرات برنامجنا لليوم. طبعا أصدقائي بالنسبة للنقطة اللي حكت عنها منن، وطبعا يا رب يا رب الله يرجع على أهل العراق كلهم، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن قوما يأتون يوم القيامة يتخللون رقاب الناس حتى يضربوا باب الجنة قبل الحساب، فيقول لهم هل لما تستحقون الدخول إلى الجنة قبل الحساب؟ فيقولون كنا من الصابرين في الدنيا. هذا الحديث بدل على أنه أهل العراق، إخواننا في فلسطين، إخواننا في سوريا، كلهم قوم صامدين اتحملوا الألم وجاهدوا في سبيل الله تعالى. أكيد طبعا هذا الصبر، طبعا في دائما مقولة أنا كنت أسمعها أن الله مع الصابرين إذا صبروا، وإذا ما صبروا برضو رح هذا الاشي يمر عليهم. فاحنا مدام الفترة، طبعا كلنا بنعرف انه ان مع العسر يسرا، مدام هاي الفترة مرق علينا الفترة العسيرة، مدام هاي الفترة العسيرة يا اصدقائي حتمر علينا، احنا نتحملها ونصبر بنكسب فيها اجر، نتذمر بنكسب سيئات، ما هي نفس الفترة مرق علينا، فاذا خلينا نستغفر ربنا ونصبر. والصبر ايضا يا رهوفة ومشاهدين الاعزاء الكرام مفتاح الفرج، هاي المقولة دائما نسمعها. وعكس الصبر عفوا اللي هو الاستعجال. فمثلا لو نجي نقول من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. فاحنا لازم دائما نتأنى ونكون صابرين على كل شيء، مو بس ضروري ممكن على الاشياء او الشدائد اللي تصيبنا، بل ممكن انه احنا مثلا نصبر، مثلا اذا كنا جائعين نصبر مثلا لحد ما ماما تسوي الطعام، نصبر على هواية شغلات، نصبر مثلا احيانا نشوف العديد من الاسر لابد انه تمره بوقت ضيق، مثلا نقص المال عندهم، فهم يصبرون على هاي الشدة ويتحملون. فأكيد يعني مثل ما قالت رهوفة انه مع العسر يسر، مع كل عسر يسرى. فاحنا دائما نقول انه الصبر هو مفتاح للفرج، دائما لما واحد يصبر وراها يلقى ان الله سبحانه وتعالى مسانده ودائما وياه، وايضا هذا دليل على قوة الايمان. صحيح يا منن. أصدقائي كمان بالإضافة لهذا الحكي، إذا كان الصبر مر فعاقبة رح تكون حلوة، يعني إحنا نصبر نتحمل هذا الإشي اللي إحنا فيه رح تكون طبعا أكيد عاقبته حلوة. وما ننسى برضه إنه رب العالمين كتبها في كتابه القرآن الكريم. طبعا يا أصدقائي إنه كل إنسان بيصبر إله جزاء رائع. طبعا أصدقائي كمان في بالقرآن الكريم كتير آيات بتحثنا على الصبر. آية مثلا بتقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي كتير آيات يا أصدقائي بتحثنا على الصبر. الصبر برضو ممكن من أجل الصداقة، ممكن الصبر يكون تحمل المشقة، ممكن تكون مثلا أنت بتشتغل شغل برا البيت، يعني مثلا زي العامل في البناء أو الحداد أو النجار، وتكون في وقت رمضان يجي وقت الظهر وتكون الشمس كتير حادة، حتى انت تصبر، صحيح تصبر لوقت الإفطار، هذا الإشي أكيد طبعا ربنا بيجازيك بالجنة أو بحسنات. بما أنك حكيتي عن شهر رمضان، يعني فعلا لما أنت تكونين طول اليوم ماكلة وعطشانة وجوعانة، نلقى أنه أول ما يجي الأكل يكون له لذة وطعم خاص، عكس الأيام العادية اللي إحنا دائما بكل وقت ممكن نريده ناكل، كل وقت نريده نشرب. بالعكس يعني مثلا برمضان نشوف أنه إحنا ننتظر إلى وقت المغرب، فهذا لما نجي ناكل على سفرة الطعام نلقى
انه احنا بدنا ناكل بشراهة او نكون كلش جوعانين، فنحس بلذة الطعام ونستطعمه بفمنا اكثر. وايضا رهف لو نجي نحكي عن عكس الصبر واللي هو الاستعجال، مثلا خلينا نحكي عن الاستعجال بالدعاء، شلون يعني؟ مثلا نشوف هواية من الناس ما يتأنون بالكلام، ما يعرفون الحكي اللي يقولوا. مثلا بحالة عصبية امها، الام عصبت من ابنها او بنتها، نشوفها قامت تدعي عليه، مثلا يا ربي انت سويت، الله ياخذك، الله يسوي بك، يعني من هاي الادعية. ولكن لو كان هذا الوقت هو وقت استجابة، فنشوف ان هم راح يقعدون ويكونون فعلا يشعرون بالندم. فدائما لازم احنا نتأنى نصبر على الاشياء، لانه لو استعجلنا بيها واديناها بشكل متسرع ممكن نوقع بالعديد من الاخطاء. صحيح يا مينا، الصبر اصدقائي عند البلاء. وفي شيء كلنا بنعرفه انه الصبر بالاخص بيكون عند الصدمة الأولى. كيف يعني يا أصدقائي عند الصدمة الأولى؟ يعني على سبيل المثال في صار حالة وفاة أو نقول حالة مرض، فأنا اتصلت فيه صاحبتي وصارت تحكي لي يا رهف صار كذا 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 وفلان توفى. بهاي اللحظة طبعا إحنا في طرق إنه نعطي الخبر، بس بهاي اللحظة يا أصدقائي لازم إحنا نصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. صحيح إحنا ممكن نتلقى هذا الخبر، أول ما نتلقى الخبر ممكن تصير معنا مثلا جلطة أو مرض أو ننتقل إلى المستشفى أو يغمى علينا. لا يا أصدقائي، الصبر عند الصدمة الأولى يعني إنه أنا لما أتلقى خبر وفاة بالأخص نحكي كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الإشي أحب من الدنيا وما فيها، وأكبر يعني أكبر أجر من كل اللي إحنا منه. صحيح يا رهف، يعني هاي إحنا اليوم بحلقتنا تعرفنا على بعض أنواع الصبر، ونتمنى إنه الجماهير جميعا استفادوا من موضوع الحلقة. أما الآن خلينا نروح الفاصل قصير وراها نرجع ونواصل ويا برنامجنا الحلو اللي يتميز بمتابعينا الحلوين بيت الألوان. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين. طبعا هسه رهوفة راحت حتى تسوي لنا فقرة انتم كلش تحبوها وتنطينا بعض النصائح. يا ترى شنو هاي الفقرة؟ خلينا نتعرف سوا. ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي من جديد. أصدقائي كلنا بنعرف إنه إحنا الآن على أبواب فصل الشتاء، يعني شوي صغيرة ورح يبدأ الشتاء والبرد. أكيد كلنا يا أصدقائي من السلبيات اللي بنواجهها بهذا الفصل اللي هي نزلة البرد أو الأنفلونزا. أصدقائي نزلة البرد أو الرشح برضه ممكن كتير إنها تعطلنا عن أداء أعمالنا بشكل صحيح. الآن كنا بنعرف إنه درهم وقاية خير من قنطار علاج، ولذلك يا أصدقائي أنا الآن رح أحكي لكم طرق لحتى تحافظوا على أنفسكم وتقووا مناعتكم من الرشح أو هذا أو من نزلة البرد، حتى يكون عندكم مناعة يا أصدقائي قوية. وكمان إذا لا قدر الله واحد فينا صار معاه نزلة برد، كيف بيقدر إنه يعالج هاي النزلة أسرع من الممكن؟ أول شيء يا أصدقائي بحب أحكي لكم إنه اليوم كلامنا كله متلخص بإشيين، البرتقال والليمون. البرتقال أول شيء هو اللي بيقدر يقوي جهاز مناعتنا ويخليه يا أصدقائي ما إنه يقوي جسمنا حتى يكون ضد هاي الميكروبات. أصدقائي طبعا إحنا كلنا بنعرف إنه هاي إنه نرشح إحنا ممكن الواحد يرشح بأي فصل، بس بالأخص فصل الشتاء. ليش يعني؟ هلأ الجراثيم ممكن يكون جاي على بالها إنها تيجي على جسم الإنسان بالشتاء وإنها تروح عنه بالصيف. والله الجراثيم بالصيف بتكون تعبانة وبالشتاء بتيجي؟ لا، بالشتاء
بتكون مناعة الإنسان أقل، يعني بتقل مناعته، عشان هيك بيكون جسمه أكثر عرضة لهاي المخاطر. الآن يا أصدقائي حكيت لكم عن البرتقال اللي هو بيقينا من هذا المرض أو من نزلة البرد، وعشان هيك يا أصدقائي دائماً كلوا البرتقال إن كان عصير أو إن كان حبة البرتقال. وكمان يا أصدقائي حتى تتعالجوا إذا صار معكم نزلة برد بشكل أسرع عليكم بالليمون. الليمون يا أصدقائي بأكبر طارد للفيروسات اللي بتفوت على جسمكم بخصوصي بنزلة البرد. وهيك بتكون خلصت فقرتي لليوم يا أصدقائي. أما الآن يلا نرجع للاستوديو الرئيسي. عدنا لكم من جديد حبايبنا المشاهدين من وراء ما شفنا فقرة رهوفة الحلوة. طبعا أتمنى أن تكونون استفاديتوا من النصائح اللي قدمتها لكم، وبالإضافة إلى أذكركم أنه تتصلون ويانا على الأرقام الظاهرة وين؟ صح أسفل الشاشة. وعدنا اليوم فقرات جدا حلوة وجميلة بالنسبة لي، إن شاء الله تكون بالنسبة لكم نفس الشيء. من هاي الفقرات اللي عدنا إياها وأهم الفقرات واللي هي فقرة الألعاب. هاي الفقرة أنا كلش أحبها وأكيد أنتوا همينة تحبوها. هاي الفقرة يا حلوين عبارة عن لعبتين، اللعبة الأولى واللي هي الصناديق، أما اللعبة الثانية واللي هي أعلام ودول. الصناديق هي عبارة عن مجموعة من الصناديق، هي موجودة وياي بالاستوديو، عندنا نوعين منهم، المستطيلات والدوائر، وعندنا ثلاث ألوان من كل نوع اللي هم الأحمر والأخضر والأزرق. الأحمر والأخضر والأزرق هذول هم الدوائر والمستطيلات. أنتوا راح تتصلون، راح أحكي وياكم وندردش سوا، وأكيد راح تطلبون من عندي تلعبون ويانا وتختارون أحد الصناديق، وأني راح أمسك الورقة اللي بداخل الصندوق وأقرأ السؤال. وهسه قبل ما أكمل عن اللعبة الثانية، رجعت إلي زميلتي رهوفة من جديد من بعد الفقرة. طبعا رهف قبل ما نكمل عن اللعبة الثانية أريد أسألك، شلون تشوفين الفقرة الصحية؟ أحلى من لغتنا الجميلة؟ لو لغتنا الجميلة أحلى. طبعا هلا الفقرتين حلوات، بس انه بتلاقي اللي مهتم بالفئه اللي هي انه احنا نتعلم ونتثقف، خصوص انه هلا الاوضاع شوي بالعراق انه ممكن في اطفال ما يقدروا يروحوا على مدارسهم في بعض المناطق. طبعا اصدقائي يعني انه انا هاي الفقره اقرب شوي الى قلبي، فقره لغتنا الجميله، لانه ممكن انه احنا نقدم منها فكره. اما فقره النصيحه الطبيه فهي بنقدم لكم نصيحه حلوه لحتى في حياتكم اليوميه تعملوا بهذا الشيء اللي نحكي لكم عنه. يعني مثلا بفقره اليوم احنا مقبلين على فصل الشتاء، بعض نصائح لفصل الشتاء، وحسب الوقت اللي احنا فيه اكيد بعطيكم نصائح، فتنتين مهمات في نفس القدر. او ربما نقول يعني ممكن تكون انه فقره لغتنا الجميله عن الأحرف، وأكو ناس متعلمين ويعرفون عن الأحرف فيتوجهون إلى النصيحة. أنا بالنسبة لي أفضل الصراحة النصيحة أكثر، أحس بها هيك تشويق ومتعة، خصوصا طريقة حكيك وإلقائك بهاي اللعبة. طبعا رهف بس أحكي لك إنه في مقولة مشهورة كتير، إذا كنت لا تعلم فتعلم، وإن كنت تعلم فتأكد. هاي المقولة طبعا كلنا بنسمعها، فعشان هيك أي حدا متعلم هاي اللغة يتعلم أكثر ويزيد في ثقافته. ما ننسى إنه أهل العراق أصلا هم أهل الأدب والعلم. طبعا يا رهف، وخليني أحكي بسرعة عن اللعبة الثانية واللي هي أعلام ودول. هاي اللعبة عبارة أنه نظهر علم على الشاشة وأنتوا تحذرون إلى أي دولة يعود هذا العلم. ولكن قبل ما نلعب وقبل ما نتعرف على ضيفتنا لهذا اليوم ومفاجآت حلقتنا، خلينا نروح لفقرة معلومة ورسمة. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد. أكيد عرفتوا مين ضيفتنا المميزة. ضيفتنا لليوم هي سدرة دعبول، نجمتنا المتألقة. سدرة، سدرة أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. طبعا يا سدرة أنت اليوم منورة ومشعشعة حلقتنا. سدرة بالبداية كيف الحال؟ الحمد لله، أنتم كيفكم؟ كيف الخميس؟
والله خميس يعني محبوب عند الكل يعني. طبعا سدرة، قبل كل شيء بدي اياكي تحكي لي وتعرفي الجمهور من هي سدرة دعبول. انا سدرة دعبول، طبعا منشدة او مغنية ملتزمة من سوريا ومقيمة بالأردن، وعندي كتير أغاني سينجلز، وعندي ألبوم اللي هو متكون من ثمان أغاني اللي هو حبيبة بابا، وكمان يعني صلي بهالمجال شي 5 سنين. حلو جدا يا سدرة، طبعا احنا نفتخر اليوم بوجودك معنا، وفعلا فرحانين كثير انه انت موجوده معنا. اكيد رهف كمان بتحب تسالك كم سؤال، فلك الكاميرا رهف. بس قبل ما تكملي عفوا نسيت كمان انا معرف على حالي، هو الواحد لما يعرف على حاله بينسى. نسيت كمان انا اعرف على حالي كمان، يعني غير الانشاءات الواحد بمر تجارب ثانيه، وكمان لي تجارب اعلاميه. بس احنا رح نتطرق اكيد لهذه الامور. أكيد طبعاً. سدرة، الآن إحنا بدنا نطلب منك تحكي لنا أكثر عن مسيرتك الفنية، سواء كانت بالإعلام أو بالإنشاد. 5 سنين، ممكن تلاقي شيء حلو، ممكن تلاقي شيء مو حلو. أهم شيء الواحد كيف بده يعطي الرسالة أو الشيء المنيح للناس. صراحة كانت تجربة كتير حلوة، ويعني بنصح اللي فعلا عندهم موهبة وبدهم اياها، بدهم يعطوا او يقدموا هي الموهبة بطريقة حلوة انه يساووها، يعني ما في شيء غلط بالموضوع. حلو سدرة، يعني سدرة ربما نقول انه الاشخاص اللي بعمرنا او اللي باعمارنا نلاقيهم عندهم رهبة وخوف من الكاميرا، وخصوصا اللي بيعملوا فيديو كليبات يعني مثلك. فانت كيف لقيتي وضع الاعلام وكيف كانت بدايتك؟ هل فعلا يعني كان عند سدرة دعبول خوف ورهبة من الكاميرا او الستيج؟ هلا مثل اي واحد بالبدايه طبعا لازم يكون عندك رهبه، اصلا اذا ما كان عندك رهبه بالبدايه بيكون انه فيك شيء غلط، تكوني انسانه مو طبيعيه. طبعا بالبدايه اكيد في رهبه، بس بعدين الواحد يعني بيعتبره مثل طريق وفي حواجز، ببلش يتخطى كل حاجز وبتروح الرهبه صراحه يعني طبعا. يعني وحتى بالفيديو صحيح. كليب بتوقع ما في رهبه بالمره، بتوقع انه دائم امتى بتجي الرهبه؟ باللقاءات وبالشيء اللي بتساويه قدامك ناس ما بتعرفيهم. اما بالفيديو كليب بالعكس. طب في رهبه اليوم؟ بالمرة. لا صراحه لأن تعودنا خلص. فعلا يعني انت سبق انه قدمتي برنامج بيت الالوان، ويعني كان عندك خبره بالتقديم، فحابه اسالك يا سدرة يعني كيف وجدتي نفسك بالتقديم او الاعلام او خلينا نحكي بالفيديو كليبات والانشاد؟ هلا عنا في انشاد وفي اعلام، انا الاثنين خطهم. طبعا الانشاد فتت فيه اكثر بكثير من الاعلام، لانه الاعلام كان عباره عن مرتين يعني بس قدمت طبعا شوي فتره زمنيه ببرنامج بيت الالوان، وكمان قدمت بقناه مرايا برنامج اسمه قصه وعبره مع سدرة. يعني بتوقع انه الانشاد انا خضت فيه اكثر وكان لي فيه تاثير اكبر من الاعلام، والاثنين ما بتوقع يعني انه بيختلفوا طبعا عن بعض، بس اذا الواحد تعود مثلا انه ما كثير يعمل انه يخاف من الكاميرا بالانشاد ما حيكون قوي بالاعلام. فبتوقع انه انا فتت اصلا من الانشاد للاعلام يعني قويه، يعني مو ما بتوقع اني كنت ضعيفه. بس كمان بالاعلام انا اذا بتشوفوا كل ما الواحد بيتطور، يعني صحيح. انا مثلا اذا مثلا هلا رهف وقفت شوي رجعت قدمت ببرنامج تاني، بتلاقي انه اذا هي مع حالها دربت بتلاقي انه هي افضل بكتير من قبل. يعني الواحد بيتطور. بقى انا اتوقع انه انا هلا اذا قدمت اي برنامج اخر باي قناه انه انا افضل من قبل بكتير، يعني هو الواحد بيتطور لازم اصلا. صحيح. سدرة، خلال مسيرتك اللي حكيت لنا انها هي ممتده لخمس سنوات، شو ابرز الهدايا او الجوائز اللي حصلتي عليها؟ يعني شو القصد؟ ما فهمت. يعني انه جوائز مثلا نقول ما على مستوى الدوله اللي انت عايشه فيها او عالمي. هلا بمجال الانشاد كان كثير لي مثل ما انت قلتي جوائز او دعم معنوي او مادي كاغراض او بيسموهم درع. طبعا من مدرستي العمريه، طبعا انا بالعمريه اي جي، بمدرستي العمريه كان في كثير دعم مادي كشهادات ودروع، يعني درع اللي هو بيكون هيك شيء ملموس يعني. لا انا عشان ما بعرف طبعا انت بتعرفي انت اهل لها. طبعا غير هيك
رحت انا وقدمت بالمركز مركز الثقافي اللي بالاردن وطلعت الثانيه. حلو. هون طلعت الثانيه بالاردن بالانشاد او بالغناء يعني الملتزم. بقى كثير يعني صراحه ما فيني اعدل لك كم واحد يعني، بس كثير الحمد لله حصدت على كثير شغلات، وان شاء الله تكون دعم الي معنوي اكبر من كثير من انه تكون دعم مادي. الله عليك يا سدرة. سدرة طبعا احنا بنعرف انه انت كثير لك كليبات كثير يعني تقريبا فوق 50 صح؟ اذا احنا الان خلينا نشوف احد كليبات سدرة ونرجع لكم. من جديد نطل عليكم حبايبنا المشاهدين، واحب انوه على شغله جدا مهمه واللي هي انه انتم تقدرون تتواصلون وياي او يا رهف او يا ضيفتنا ونجمتنا الحلوه المتالقه سدرة دعبول، ولكن عبر شنو؟ عبر الارقام الظاهره وين؟ اسفل الشاشة. اتصل علينا وكثفوا اتصالاتكم حتى تتكلمون وياي او ويا سدرة ورهف، وايضا بامكانكم انه تلعبون ويانا ومن احد هاي اللعبات الصناديق او اعلام ودول. نرجع الى سدرة حبيبتنا وحبيبة الجماهير. اكيد يعني سدرة قبل الفاصل حكيتينا او حكيتينا عن مسيرتك الفنية وكيف كانت ممكن انه تعرضتي فيها لبعض الصعوبات، و وكان أشياء يعني فعلا كانت متيسرة معك وكنتي تحبي تعمليها. فسدرة بكل هاي المسيرة أو بالخمس سنين هاي مين اللي دعمك؟ هلأ مثل أي حدا بيكون عنده داعم، أول داعم دائم بيكون أو أغلب الأحيان أغلب الأوقات عفوا الأهل. طبعا انا اهلي كثير انا وياهم بنغني وكثير بيدعموني كاهل كام واب واخوات، هذا غير طبعا الاهل اللي هن العموم والاخوال كثير بيدعموني، بس اكثر شيء صراحه اللي وقف معي فعلا هي ماما. كثير تعبت وكثير تعبت معي الصراحه بهذا الموضوع، ويعني الله يوفقنا جميعا. طبعا يعني نتمنى لك دائما المزيد من التألق والإبداع يا سدرة. خلينا ناخذ هذا الاتصال، قول ألو مرحبا. أهلا وسهلا، من ويايا؟ أهلا وسهلا بيك حبيبتي بكل أهلنا بالسودان، كيف الحال؟ حبيبتي أنا لين من السودان. أهلا وسهلا فيكي لين. أهلا وسهلا يا لين. يا لينو تحبين تلعبين ويانا وتحكي مع سدرة؟ انقطع الاتصال للأسف يعني. عودي الاتصال بينا يا أحلى لينو عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أنت وجميع مشاهدينا الأعزاء. سنتكلم أني وسدرة وأكيد رهوفة عن أنه هم أهلك دائما كانوا الداعم الأساسي، وفعلا يعني إحنا نلاحظ بأغلب الأحيان أنه الأهل هم دائما لهم الدور أنه يدعمونا ويساندونا. يا سدرة دائما طبعا أني قبل أنه ما أستضيفك بالحلقة أكيد تعرفين شاهدت بعض اللقاءات إليك، عرفت من خلال صفحاتك ايضا انه انت مشتركه بنادي الكاراتيه او تلعبين كاراتيه هذا الموضوع، وعرفت انك ماخذه الميداليه الذهبيه، فاريد تحكي لي شنو اللي خلاك تتجهين الى الكاراتيه او تحبيه؟ هلا هذا السؤال صراحه يطرح كثيرا. هلا بالنسبه للكاراتيه انا اصلا يعني من صغري كثير بحب شغلات الدفاع عن النفس. حلو. لما انا كنت عم دور على كوتش بنت لانه افضل بكثير دائما انه بنت مع بنت او شاب مع شاب. انا كثير كان جعبالي انه دور على كوتش بنت، واخيرا انه لقيت طبعا وما صدقت انا امتى لقيت وتسجلت بعد النادي. انا اصلا يعني بدي اخذ الحزام الاصفر يعني لساتني مبتدئه اصلا. يعني اي حزام عندك هلا؟ انا هلا ابيض يعني لسه جديده. حلو، بس يعني بتعرفي تعملي؟ لا طبعا بعرف هلا. يلا ان شاء الله قبل نهايه 2017 تكوني ماخذه السفن دان او نحكي الاسود. لا لسه بكير، بس ان شاء الله ان هنالك معجزات. المهم اخذت الذهبيه، كان في
يعني بين تحدي كل مين مشترك بالكاراتيه، تحدي بين النوادي، وتحديت طبعا مع بنت وفزت عليها واخذت ذهبية. حلو حلو شعور الفوز. هلا اذا كان فيه تعب كثير حلو، اما اذا كان طريقه هلا طبعا شعوري كان كثير حلو، بس بشكل عام شعور الفوز اذا كان فيه تعب حيكون كثير حلو، بس اذا كان ما فيه تعب وكان مثل الغش او بدون بذل اي مجهود باكيد حيكون ما حلو. تدرين رهف وجمهورنا العزيز، يعني ايضا هذا ربما يربط بموضوع الصبر، انه واحد يصبر على التعب وعلى الجهد اللي يبذله بالاخر يحصل على الشيء اللي يحبه ويريده، وفعلا يكون له لذه وطعم خاص. على موضوع الصبر، انا سمعتكم قبل شوي عم تحكوا عن موضوع الصبر، اصلا هذا هو موضوع الحلقه. دائما هلا الله بيكون معك، ودائما ان الله مع الصابرين مثل ما قلتوا. وبس بدي اقول اهم كلمه لاهالينا بعراق، سوريا، فلسطين، ليبيا، مصر، اي بلد عربيه متعرضه لاي ازمه يعني مو اقتصادية بس أزمة حرب، أي حدا متعرض لهي الأزمة الصراحة بدي أقول له أنه إن الله يمهل ولا يهمل، دائما الله بيتذكرنا ودائما الله بيعرف أنه نحن عم نصمت وحيكون معنا، ويا رب أنه هيك الله يفرج علينا أجمعين، لأنه ما لنا غير بلادنا يا رب. صحيح، والغربة كربة الصراحة. صحيح، طبعا ان شاء الله سوريا تتحرر ويرجع اهل سوريا لسوريا ان شاء الله. سدرا الان راح اسالك، انه انت خلال مسيرتك الفنيه اكيد كل مهنه لها بيكون ايجابيات وسلبيات، هلا انت خلال انشادك اول شيء احنا خلينا ناخذ الاتصال بعدين نكمل. معنا اتصال، السلام عليكم. معنا لين من السودان، اهلا وسهلا يا لين. ابغى احكي مع مينن. تفضلي. اهلا يا لين. هلو لين، كيفك حبيبتي؟ منيحة الحمد لله، انت كيفك؟ كيفك؟ انا الحمد لله بخير. لين بعد شوي انا لين انقطع الاتصال للاسف يا لين. بس قبل ما نطلع فاصل احب اوجه تحيه كلش كلش كبيره للين، وانا احبك كلش هوايه، واشكر محاولتك واعاده الاتصال بينا. صحيح. فاصل؟ صحيح، بس قبل ما ناخذ فاصل شوي، سدرا السؤال اللي طرحت لك اياه، انه اكيد انت لقيتي صعوبات في مسيرتك، احكي لنا عن الصعوبات اللي اخذتيها اللي تعرضتي لها. اي انسان لما يفوت على اي مجال حيلاقي صعوبات، يعني اي مجال لازم يكون فيه صعوبات، مستحيل تفوتي على مجال يكون سهل. يعني مثلا في ناس كمان يعني من الضحكه يعني مشان نضحك شوي نطري الجو الاحرى، في ناس لما يفوتوا على التوجيه او بكالوريا بيفوتوا ادبي بيقولوا ما بدنا نفوت علمي لانه العلمي صعب، ما هو الادبي صعب نفس الشيء يعني.